بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برين سلامة برنوتة خينا خاصة دفا واي عبادة رتي رابنيت جرا واي عبادة را برنوتة لما خاصة دي فرنيت جرا برنوتة دفا خاصة جرا أما ليشو واي أكاتاتي طهرة طهرة وقانون كل فتني إتين قبر بريئة برتا جرا. السؤال الثالث قافي سدفا التأسيس في علوم الشرعية شوفوا رشين تمتر برا خجلوتو قافي سدفا مالجتي. السؤال الثالث قافي سدفا كافي سدفا أذكر بعض آداب قضاء الحاجة. أذكر دبطلو أذكر دبطلو بعض يكون قري آداب قضاء الحاجة قري أدبوان أكادا تقرتي لما في راوتني قضاء الحاجة يكون أكاد تقرتي حدا في راوتني سقرا أمام قوانا في سينن تكاو شنتيبيت قوانا سينن حمام قوانا سينن أكمتي أدبك 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 كميني إسلامك هذا حاجة سا راوتو كبا إن شاء الله خنا دبوتو ديمنا را خنا دبوتو راف ديمنا. طيب الجواب نمتك أكيد تقرتي حاجة سا راوتو كبو دي بسان سا من آداب قضاء الحاجة أدبون نمتكو حمامة سيني سقرا سيني حاجة تبو كبو را أولا عدم الاستقبال للقبلة قافة فين تاني في ديمو قافة سقرا بو ديمو قبلتي قرقلو ربو قبلتي قرقلو ربو تكفان هذا بس سنرا أو استدباريا تكاو قبلتي دودة قرقلو ربو قبلتي قرقلو قافة سقرا لافخرا قارا خيس كديم دريا خيس كديم يتو يوني في سنو دريا خيس كديم يكرلو دودة دودة اللي تقرقلو هين كبو دي أثناء قضاء الحاجة قافة حاجة من مثلا بولا بديم إذا كنت في مكان غير مغلق إنه في تجر يوني في بكيات حاجات تباوسن شوفها توبات ما نتوبات جارمو توبات قبلة سكرين قلتو دودا اللي قبلة اندي بتوجي لا تشور راكر قلتو قبلة فكين يبيو الساعة اتكرين قلتو دودا اللي تكرين قلتو أكنا تلي تشو أكنا تلي دودا تكرين قلتو خنافو يو قبلة نسين تاتي تكاخرا خلاتي تكاخنا قرا قلتي يوني في راري خسيت حاجه باوتاتي ببسنين حاجات راوتاتشو ببسنين حاجات راوت. عن ابي هريره رضي الله عنه ابا هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربي قال لي اذا جلس احدكم تكون حسن غان في تاو على حاجته حاجه سات الرغان في تاو ها دي مسن غان في راوت ودافتاو ايه مالجي فلا يستقبل القبلة قبلت اللي كغرنقل ولا يستدبرها دود اللي كتغرنقل. فإذا كنت في مكان مغلق يوني في أمو بك شوفها خطاو تاتي ها ما نفها يرى خجارا تاتي فيجوز استقبال القبلة أو قاسا تغرقل له لنديسة دود اللي تغرقل له لنديسة هادي. ثانيا لما فان أدبا نمني قرتي حاجات الراوت تكاو سقراء بو فنجانو قولو كبرة عدم قضاء الحاجة في طريق الناس الله أكبر خوني أدب قدال يا شباب خيسافو در جولين تكون خلي بالكم نمنتك خرانا ما أدب الأمفارة كذا الحاجة في انتان كي تي في سقراتي خرا قبتي بور أبور خرانا مدي مخيست خرانا متفيد مخيست بور أبورا أو في مكان الذي يجلسون فيه تكاو إدونا من خيستاو إدونا من جلتاو تاو إتي في انتانو دبور مالف ني أبارمت أبارسة أبارز ربي نمر جرا ملائكة لين سيبارت إلمي نمر لين سيبارت أبو خان دربه ما ربي سيهدرب بكين ودي يمورت خمت أنا جي إيش خدب خدي مندنو سيبارات دي ماجو لما جا بكين ودي هوتا دي إدو سن قاد سيوتي مخرانياتم ويتي بكين داد داوتي سيبارا نخل داد نبي نفيا بكون أولو تشور باد أفور تولو تشور باد أتي قاف سنت بكسين تيوني في حاجات هباتي أبارز نمر سي رابلو تاجو خناف بكين أمني سلاتا وسن إتي فنجانو نتو أو المكان الذي يجلبون منه الماء تكاو بكب شهر راو رابطن بكب شهر راو رابطن تلي فنجانو نيسا قرابو ليس هنتووجي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يرقم ربي قال نجي اتقوا اللعانين وانتو تلما كان أبارستنا مقيسا سدوات لا والما كان أبارستنا مقيسا سدوات لا جي قالوا وما ذلك ونسو مالي وما اللعانين لعاناني
واني لمن عبارتي لما قيسا ما يرجع رب جنين قال تكفان الذي يتخلى في طريق الناس نما خرانا من ديمورة تقرابو فنشانو ودان او في ظل تكاو قادي نمني تاو جلتي سقرا خبوتو عبارتي لما وانتوني لما خبارتي لما قيسا خوانتو دخنا عاجدو خناف خان رفقاتو لكم نخررت مجانا سقرات لين بعدو والمعنى هي كان ان الذي يقضي اني قرتي راوتو حاجته وجاسا في طريق الناس خرانا ما خيست او في مكان الظل تكاو ادو قادسا بكلمة تاو الذي يجلسون فيه بكسر عن مجلتان ودافا مخددة مكم قرتي وان فلياتو مخسر عن مجلتا وجلتي سقرابو سنيت فإن الناس تلعنه نمني نما أبا راجدو لما دبني سدفان أدبا نمني حاجة سهرة وتكبرة ألا تستنجي بعظم أو روث هقواني في حاجات راوتي ها فنتانتي سقرات هقواني في باتي بودة سلا بشان اندورت أمغا سلا ورمي قالاخون بشانين سقرابا بشانين فردي كوانتي بشانين دورة سلا أدبا استنجاج نجر استنجاج شون استجمار جانتي جرت استجماري ودو بشاهد دين دورتي صوفتي هاتو لخا هاتو وانا دداتي فراغ القليل سدورة سمبود بشاهد كاتون استنجاج عمتي جرت خناف نمني كدا حاجة سنبه ألا تستنجي بعظم لا في الآن فراد حق ونبور لا في فرانكان لا في فرانكان أو روثين تكاو فلتي الآن فرانكان أما اللي فلتي نيس فرانكان فلتي وريتي نيس فرانكان لأن إسان لما نكون جريقوني نات جني تجان وبرئ خي خدين نتي خنافو إساني فرانا كنيجي طيب عدم نمني أمر لي أفرفان عدم نمني سكراسيني قلتو كبرة ألا تستنجي بيدك اليمنى هو قاري في حاجات يراو تبودا حركة خي خمرجاتين إسنجا قولوا الأول إسنجا حركة خمرجاتين قولن كبرتين قولن فري وأنت دادا حركة بتاتين قولن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن وانتو وانك قاريون دا حركة خمرجاتي قولن ميخي عليه الصلاة والسلام وان فكتو وانا كفري فراغو نذا فراغو القول ليسو وانتو ذكر كلاكن حركة بتاعتين قول لجو حركة مرقاتين فراغو القول ليسو أبو داجي هذا بخليس هذا بنوني إسلاما كباتو كبرى شنفان خامسا إذا كنت تستنجي بالحجارة يوني في أحدا خفر أقول كل يساد فلا تستنجي استنجا قول أبو بأقل من ثلاثة لقاس دي قديت أحجار لقاس دي قديت إيه استنجا قول أبو يوني في خد خادن استنجا خود هذا لخاس دين فرقوروتو فرقوروك بدايته فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي لكردي ارجم رب من أوي أن نستقبل القبلة قبلة تقرر لها الأوركي لغائط سقر راف أو بول تكام جانب أو أن نسنجي حركة مرقا باليميني حركة مرقا يسنجا قولوا لي نلوركي أو أن نسنجي بأقل من ثلاثة حجرين أحجارين لقاس دي قد يسنجا قولوا إرها نلوركي يدي طيب والرديح أو أن نسنجي برديح تكاو فلتي الآن يسنجا قولوا لي بعظم تكاو أما اللي لفي الآن يسنجا قولوا لي نلوركي والرديح رديح جون هو الروث فلتي بيلدات جهفان التسمية والاستعادة قبل الدخول قافة سكرا سينو خانو حمام سينو بسم الله جنة سينو بسم الله جنة سينو والاستعادة استعادة مقنفته مال قبل الدخول ودوني في حمام سينو حمام لخوني وخانو سكرانتوني مانجراتي مانجراتي خناف وصون سينو دولت بسم الله جنة دعائي حمام سنقوني سينو كبناتشو فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ارقب ربنيته إذا دخل الخلاء قاف قرتي همام سين قال خجأته هي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دعائيه خجأته هيتو أو دوما دعائيه نقوني فعال فعال جرتي قاف همام سين همام مخرا خيس قبلا دو الما خير ما جرتي جاني تكاو همام مخرا خيس دي جناتك سربان تكاو ستة سون وان داتي سيبلو ندير شو من ما كان تيب قافت بسم الله تي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث تي سين دمو اغاتي ربي سبحانه وتعالى سوا بعد تي نغوتين اي الراسيس تي سو ندير الراسيس ندير خناف ذكري نقول هذا براجو اللهم يا ربي اني انا اعوذ بك سين تكفى سين تكفى من برباد من الخبث حكر ما شيطان را حكر ما شيطان را والخبائث شمري اغاتي دلتو شيطان را لي سين تكفى من برباد هذه والخبث خبثتون الذكور من الجن ليروون جنيتي والخبائث الإناث من الجن دوبرتوتا جنيتي سابعا
دعائي مالي عجبا نمني سقرا سيني حاجة سابات قولوا قبرة غفرانك بعد الخروج يروني في باتسن هي غفرانك تيبو غفرانك تيبو دا غفرانك تيبو دا جي ارقما ربي عليه الصلاة والسلام عايشة على قوانا وديست إذا دخل إذا خرج من الخلاء قافا قرتي سقرا راقبو حمام راقبو قال غفرانك خجوتي جي غفرانك خجوتي خناف بفخنان عجبا أقرتي نمني كبرة نملك هذا حجاب حجاسة بعض سكرها سيني في كانوا خلاص قلت أدوانو كبرة خنا وان تو تانج خنا قولوا لك بعجوا المناقشة اختر الإجابة الصحيحة دي بسها كوبسو دي بسيجة إذا وقعت النجاس على شيء فنطهره قافة نجسني وانت كرت الجمي ما لنطهره بأن نمسح بالنجاس بقطعة قماش قطع جرك إلى راقو أو نغسل المكان بالماء تكابشان يتلكو أو النزيلة النجاسة بأي شيء وأنت وأن عددات أوف ولاجي ها خمس كيسة أن نمسح النجاسة بقطعة القماش أن نغسل المكان بالماء مشان يتلكو بأن نزيلة النجاسة بأي شيء ها أن نغسل بأن نغسل المكان الماء مشان يتلكو. طيب من آداب قضاء الحاجة آداب ون نمني قرتي حاجة بوسن كبو كورا أن يقضي حاجته في طريق الناس خلانا مرتي سكرا بولا لا أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث أكن يجورا ها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان من الخبث والخبائث يجورا إيه أن يتوجه للقبلة قبل قال قالوا لا خنافو خناتو صحيح يجوا خناتو فجاكم ديم سال لغاتي لما فهم ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة والعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة من أداب قضاء الحاجة الاستنجاء بعظم أو روث لغة مخجب عمل أدب أنمني kada sagara seni haja sabatu kawra isenja golu la fe dafi faltilan dugo musub soba khata khana rarol kom najir min adab qada al haja qawlu ghufranaka ba'd al khuruj hoga adaba namni garti hamama seni haja sarawati borra kaburra e gabe ya ghufranaka chukaba dugo sah min adab qada al haja adaba qada al hajara alla nasaji bi yadil yumna sah qonille raiti la kabacho khanaf inshallah yuni fi akanat amantin ya igenu tane رب سبحانه وتعالى شيطان جني في انسي في وانتو تددر نتيسي رب سبحانه وتعالى خرج نتتين اينو حلنو مجيسا خناف وروتن قرتي عدب امانتي سلامة قباتي اتي ملك رب سبحانه وتعالى انا بسيس رب نواغر سنجا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله.